الو عز، قريت جرايد النهارده؟ طب اسمع الخبر ده، وفاه اسره باكملها في حادث اختناق غامض. الخبراء يقررون ان بئرا للغاز الطبيعي قد انفجر اسفل الفيلا. فهمت حاجه من الخبر ده؟ حاجه زي ايه يا فندم؟ الحادث قضاء وقدر، واضح ان مفيش اي دوافع جنائيه. لا فيه، اسمعني بس، في شك في الموضوع، بعدين هبقولك، بس تعال انت بسرعه واسمع. وانت جاي في السكه فوت على البوليس النهري، هات لي بدلتين من بتوع الغوص وقناعين اكسجين. سيادتك ناوي تتنكر النهارده في زي غواص وتعمل مغامرات بقى تحت المايه زي جيمس بوند؟ بس يكون في علم حضرتك انا ما بعرفش اعوم كويس. احنا هنهزر ولا ايه يا عز؟ نفذ الاوامر يا فندم. مش هفهمك، دي حاجه ما تتقالش في التليفون. الو، ايوه يا سياده العميد، صباح الخير يا فندم، فريد البهنساوي اللي بيتكلم. والله يا فندم انا كنت عايز اعمل زياره لعزبه النبي اللي حصل فيها حادثه الاختناق، فيا ريت حضرتك تصدر اوامرك يعني. متشكر يا فندم. نعم؟ لا دلوقتي حالا على طول. شكرا يا فندم، مع السلامه. كل شيء اتخنق، حتى الزرع. Thank you.
النبات المشاع هو اللي عمل الكارثة دي. غريبة، مع ان شكله جميل وليه صوت زي ما يكون بني ادم بيتنفس. شفت لما لمسته اترعش ازاي؟ بيحس باللمس، وده معناه ان خلاياه ليها مركز اعصاب. اعصاب بتحس؟ طبعا. انما ايه حكاية النبات ده؟ حالا هنفهم كل حاجة. عارف مين ده؟ مين ده يا فندم؟ السجين الهارب الدكتور فايز شكري. يظهر انه نجي من حادثة الصحراء وابتدى يمارس هوايته المجنونة. فايز شكري؟ مين الدكتور فايز شكري ده؟ عبقرية فاز، حاصل على دكتوراه في الكيمياء والطبيعة من جامعة لينينجراد وبتقدير امتياز. دكتور ومعاه الشهادة دي ومجرم؟ لا، هو مجرم من نوع خاص. يعني ايه يا فندم من نوع خاص؟ المجرم مجرم؟ لا، يعني مش مجرم عصابات زي ما انت فاهم. امال ايه؟ انت عارف ان العبقريه والجنون بينهم شعر واحد. يعني الراجل ده مجنون؟ لا، عنده افكار واختراعات مجنونه. طب وهي دي كل تهمته؟ من 10 سنين قدر يحول نبات الرعرع الاخضر الى نبات سام باضافه شويه كيماويات، وبعدين جربه في بيته وكانت النتيجه ان عيلته كلها ماتت، ودي الجريمه اللي اتحاكم عليها واخد فيها مؤبد. وازاي ده حصل؟ خلى نبات الرعرع يمتص الاكسجين بشراهه، وفي نفس الوقت يفرز ثاني اكسيد الكربون السام وبغزاره. يقوم بتجربه في اهله؟ مجنون. انما حضرتك تعتقد ان هو سبب حادثه الاختناق اللي حصلت في الفيلا دي؟ ما فيهاش كلام. وده هنعثر عليه ازاي؟ يا ريته كان مات في حادثه الصحراء وخلصنا منه. عمليه القبض عليها تبقى متعبه جدا، هتدوخنا. للدرجة دي هو ذكي؟ ده عبقري، عبقري. وكمان ما تنساش حاجة مهمة، في دول كتير عايزة الاختراع ده. في دولة بالذات هتموت عليه، لدرجة إن إحنا قبضنا على عملاء ليها حول الاتصال بيه وهو في السجن. أكيد، أكيد اتصل بسفارة الدولة دي. وهو ليه ما يفتش بلده؟ عيبه انه ابتدى غلط، والقانون ما رحموش، عامله معامله المجرمين. وتفتكر هو مش مجرم؟ هو اكيد عنده ميول اجراميه، بدليل انه فكر تفكير علمي بطريقه مدمره. كان ممكن يوجه تفكيره لاختراعات تخدم السلام. يا ريت يا فندم نحاول ترويض طاقته، ما تيجي نوجه له نداء انساني. ما افتكرش انه هيقتنع، لانه انسان غير طبيعي. طب وايه الخيط اللي هيوصلنا ليه؟ الدولة اللي كانت عايزاه. هو اكيد هيحاول يتصل بيها ان ما كانش اتصل بيها عشان تساعده في عملية الخروج من البلد. تحب نراقب السفارة دي يا فندم؟ بس بكل حرص. انت عارف ان أماكن البعثات الدبلوماسية لها احترامها ولها حصانتها مهما كانت دولتها. طبعا يا فندم، هنوضع ده في الاعتبار. بس خلي بالك، إذا لقيته اوعى تخليه يخش جوه السفارة، لأنه لو دخل معنى كده إنه هيبقى في أرض غير مصرية وعنده حصانة دبلوماسية، ومش هنعرف نطلعه ولا بالطبل البلدي. أيوه. مين؟ ايه؟ حادثة اختناق تاني؟ فين؟ طيب، احنا جايين حالا. ايه؟ خير يا عز؟ المركز القومي للبحوث يا فندم. طيب تفتكر يا دكتور موسى ان في حاجة فقدت من المعمل بعد الحادث؟ 3 جرام من مادة اليورانيوم.
مش دي المادة اللي بتستخدم في صناعة القنبلة الذرية؟ بس هو هيستخدمها استخدام أخطر. في حاجة أخطر من القنبلة الذرية؟ اليورانيوم ده بيحاول يستخدمه في تفتيت الخلايا الحية. لو سمحت يعني تبسط لنا المعلومات دي شوية. الصورة اللي بنبعتها بالراديو بالتلفزيون دي عبارة عن خلايا ميتة. نبعتها ونستقبلها زي ما احنا عايزين. لكن هو بيفكر انه يرسل الانسان نفسه عايز يفتت خلاياه الحية ويرسلها لامريكا مثلا وتصل في نفس اللحظة سليمة وفيها الروح. ممكن ده يحصل؟ هو زمان كان عنده بحث قيم ومقنع في الموضوع ده واعتقد انه وصل لمعادلة تحلله مشكلة تفتيت الخلايا الحية. الراجل ده عبقري. بس يا ريت الدولة تسامحه والقانون يعفو عنه وتعتبر ضحاياه ضحايا تجارب علمية. ما اعتقدش، لان دي زي مشكلة الدكتور اللي بيقتل مريض ميؤوس من حالته عشان يريحه من العذاب. القانون ما بيرحموش، بيعتبره قاتل رغم انه كان بيحاول يعمل عمل انساني. عيب القانون انه اعمى. احنا مهمتنا اننا نجيبه. الشرطه دايما في خدمه العداله. متشكر جدا يا دكتور موسى. العفو يا فندم، مع السلامه. يا فريد بيه. عايز الفت نظرك لموضوع مهم. الدكتور فايز شكري كان له تلاميذ يؤمنوا بيه. الدكتوره ليلى ناقش لها موضوع الدكتوراه بتاعتها، والدكتور سمير كان من ابرز تلاميذه، والاثنين اختفوا من مده اسبوع ما بيجوش المركز. راي حضرتك ان اتصل بيهم؟ انا اعتقد ان هو ده الراي الارجح، لان اسره الدكتوره ليلى سالوا عنها، ووالدها تقدم ببلاغ رسمي عن اختفائها. المصيبه ان ليلى بنتي معجبه بيه، كان مثالها الاحلى وهو السبب في اذيتها. خرب عليها حياتها، كانت زي الورده حولها العانس من يوم السجن وهي لابسه عليه الحداد. رفضت كل العرسان اللي تقدموا لها ورفضت الحياه نفسها لان تاثيره عليها كبير. تعتقد انه خطفها؟ لا لا لا، وما يخطفهاش، ده يشاور لها تيجي. ده يوم ما قرت في الجرايد خبر هروبه كانت سعيدة جدا مش قادرة تكتم فرحتها. وبنتك الأنسة ليلى الدكتوراه بتاعتها كانت في ايه؟ في نفس تخصصه هو. منه لله، جننها ولخبط كيانها. تعتقد ان في بينهم علاقة عاطفية؟ لا ما افتكرش، لان الراجل ده ما عندوش اي عواطف، ده كتلة صخر. طبعا عندك صورة ليها؟ موجودة. طب ادينا كل الصور بتاعتها اللي عندك. تحت امرك. البوم كامل ليها هجيبه لسيادتك بكرة. لا لا لا، احنا عايزينه دلوقتي، الوقت بيسرقنا. حاضر، بس ليه يا رجاء مش عاوزكم تحسسوها انكم بتدوروا عليها. بلاش تعملوا نشرات في الجرايد وتحطوا فيها صورتها. هي ما اتصلتش بيك من ساعة ما اختفت؟ لا، بس في احتمال انها تتصل بيا، لأن كل أدواتها ودراستها موجودة في البيت، وهي بالتأكيد هتحتاج لها. ده طعم كويس ده. أيوه. شدد الحراسة، بس ما تبعتش مخبرين، ابعت ضباط مباحث. أرجوكم تحافظوا على بنتي. أوعوا تؤذوها. هي ما عملتش حاجة. إحنا بنحاول نمنعها ونحميها من الانحراف العلمي. وبنحافظ عليها من الدكتور فايز وتفكيره الشاذ. الكمبيوتر
هيوصل امتى؟ جناب السفير بعت التليكس يستعجل وصوله، واعتقد انه هيوصل لنا يوم الاثنين الجاي. واحنا هنفضل ساكتين لحد ما يوصل لنا الكمبيوتر؟ لا، هنبتدي نعمل تجربة بسيطة لتكثيف الخلية الحية. وصلت في الموضوع ده لنتائج يا دكتور؟ طول مدة السجن وانا بفكر فيه، واعتقد ان المعادلة صح. ما حصلش عليها اي تجارب معملية؟ جربتها على ارنب. ونجحت التجربة؟ للأسف الارنب مات وانا بحاول تجسيده واسترجاعه. حصل له ضغط مرتفع، جسمه ما استحملش ذرات النترون اثناء عملية تجميعه، لكن ظل عايش اثناء تفككه وتحلله. طب وعرفت منين انه ظل عايش اثناء عملية التحلل؟ لانه كان بياكل بشهية، والحشائش اللي حطيتها له اختفت. وازاي قدرت ترصد حركاته؟ كنت رابط بالونة في رقبته وبسمع صوته كمان وهو بياكل، ولما حاولت استرجع صورته العادية تاني حصلت مضاعفات. التجربة دي مش كفاية تتم على أرنب، لازم تتجرب على آدمي عشان يفكر ويقول لنا إيه اللي بيحصل، يكلمنا ونكلمه وينقل لنا الصورة داخلية عن كل الأحاسيس اللي بيحس بيها. هو ده اللي لازم يكون. نخطف واحد؟ لا لا، مش ممكن. لازم يكون في واحد مننا احنا عشان يبقى في نوع من التفاهم العلمي. انا تحت امرك يا دكتور. برافو يا ليلى، برافو. وتأكدي عشانك انت، هعمل المستحيلات لانقاذك، بس المطلوب منك انك تترجمي انفعالاتك وكل اللي تحس بيه. جاهزة للتجربة من دلوقتي وتحت امرك. اشكرك يا ليلى، انت فعلا تلمستي المخلصة، بس اخشى ممكن لاي سبب. ارجوك يا دكتور اديني شرف التجربة دي، كل شيء يهون في سبيل العلم. هنديكي شوية منشطات للمعدة والكبد، ها؟ خد يا دكتور، اديها لحبايبي. اتفضل يا دكتور. وهنديكي كمان حقنة في الوريد ضد ارتفاع ضغط الدم. اديها الحقنة دي يا دكتور. لبن في عصب العين، لأن حسيت إن الأرنب ما كانش بيشوف كويس. اتفضلي هنا يا دكتورة ليلى، اتمددي هنا. حلم الإنسان
انه يبقى غير مرئي. اساطير البشريه من ملايين السنين كانت بتحلم ان الانسان يظهر ويختفي. وانتي انتي هتكوني اول رواد هذه الاسطوره. اذا كان ارمسترونج هو اول انسان وضع قدمه على سطح القمر واقتحم الفضاء، فانت هتكوني اول من اقتحم عالم اللامرئيات. باسم العلم ازفك الى الما لا نهايه. أستاذي ليلى، إزاي الحال دلوقتي؟ هي محتاجة لساعة راحة، لأن المجهود الجسماني اللي عملته دلوقتي استنفذ منها قدرات كبيرة. نصبر عليها لحد ما حركة الدورة الدموية تنتظم. دكتورة ليلى. نعم. حاولي تجربي كل حواسك. حاسك الشم عندك شكلها ايه؟ سليم. نامت تاني بسرعة غريبة. ده رد الفعل المباشر. هتنام حوالي ساعتين. أحسن خليها تستريح. نجحنا يا بروفيسور. دكتورة ليلى الآن خلف الحاجز اللامرئي. رائع! رائع أيها السيد الدكتور فايز. ونحن نعاصر نجاح تجربتكم العلمية. يسرنا أن نعلن أن حكومتنا ستكون ممتنة جدا لما تحاط علما بنجاحكم المثير لخدمة الخير والإنسانية. أنا سعيد بتقدير دولتكم، وسوف نحقق نتائج أكثر إيجابية عندما يصل العقل الإلكتروني الذي سترسلونه إليه. يؤسفنا عدم إمكان إحضار هذا العقل لأسباب هندسية.
وكيف يمكنني متابعة أبحاثي؟ هناك دعوة لاستقبالكم كضيف عظيم على دولتنا، تقيمون هناك حيث تسهل لكم كل إمكانيات المعامل والأجهزة في المركز العلمي بوليتيكينيكا. أنا أرحب بهذه الدعوة. إذن تفضل حضراتكم بصحبتنا لكي تتم إجراءات شحنكم. يقصد تسفيركم، ولكن يؤسفنا أن يتم ذلك عن طريق الحقيبة الدبلوماسية لأنكم مطاردون من البوليس. نعم. أليس كذلك؟ نعم، ولكن أرجو أن تمهلوني حتى أنتهي من استرجاع الدكتورة ليلى من اللانهائية. وكم من الوقت يلزمكم؟ بضع ساعات. حسن حسن، سوف نعود مرة أخرى وأرجو أن تكون مستعدا. دكتور فايز، دكتور سمير، دكتور فايز، دكتور سمير. ايوه، انا بفكر نقترح على سياده العميد لبيب يرفع مذكره لسياده الوزير. مخصوص ايه يا فندم؟ الدكتور فايز، الراجل ده الدوله لازم تعفو عنه عشان البلد تستفيد بيه، وكمان بالمره نامن شره. تعرف الراجل ده عمل ايه وهو في السجن؟ عمل ايه؟ عمل من اللمبه اللي بتنور الزنزانه بتاعته عمل دفايه، وبعدين عمل ساعه بطريقه غريبه جدا، رسم ساعه على الحيطه بدون مكنه بدون حاجه، وقدر من خلالها يحدد الوقت بالظبط من خلال انعكاسات الضوء على الساعه دي. لكن انا شايف سيادتك معجب بيه قوي. مؤلم ان الواحد يطارد انسان وهو معجب بيه، لكن عزائي الوحيد انه راجل مجنون. لكن المجنون ده يا فندم انسان ما عندوش عقل، لكن ده انسان وصل لقمة العقل بعلمه. تعرف هو ايه بالظبط؟ علم من غير ايمان، والحياة مش ممكن تستمر الا بالعلم والايمان مع بعض. لو نجحت تجربة الاختفاء دي هيبقى سهل عليا الخروج من البلد من غير ما حد يشعر. خسارة الأبحاث العظيمة دي تروح للغير، بلدنا كانت أولى بيها. طهدوني، حبسوني، عملوني معاملة المجرمين. أنا قاعد بتصور الاختراع ده لو استعملناه في الحرب هيفيد قد ايه؟ الحرب والسلام وكله. مثال بسيط، تخيل الاكتشاف ده لو استعمل في مجالات الرياضة، ماتش كورة مثلا وحطينا 10 لاعبين يلعبوا وهم مختفيين، حملة اثقال 3-4 يشيلوا مع الرباع التقل، وهكذا وهكذا. بس الاختراع ده ليه خطورته؟ يعني ممكن يستخدموه افراد منحرفين في سرقة بنك، في حادث قتل، حاجة زي كده. ده الجانب السيء فيه، ولكن ده هيكون ملك الحكومة. ايه اللي هيوصله للافراد؟ احنا بنشتغل على مستوى، وعلى العموم اعتقد إن حسناته هتبقى أكتر من سيئاته بكتير. تعتقد يا دكتور إن الاختراع ده هيكون له سلاح مضاد في يوم من الأيام؟ طبعًا، ما هو ده اللي أنا بركب فيه دلوقتي، وإلا هتفضل الدكتورة ليلى معلقة في ما لا نهاية،
يعني هتفضل غير مرئيه. طب افرض حضرتك ما تمكنتش، هتفضل كده الدكتوره ليلى مختفيه ومعلقه عند نقطه الصفر للابد؟ اعتقد اني نجحتي في تركيب سائل الاسترجاع والتجسيد، والوقت حالا هتشوف النتيجه بنفسك. دكتورة ليلى، ليلى انت فين؟ انا قدامكم اهو، الحقنة كبيرة قوي بتاعت ايدي يا دكتور. عشان تتجسدي؟ ما تجسدتيش ليه؟ ابتديت احس بوزني وبحجمي. مش شايفين حاجة، مش شايف حاجة. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ أنا شايفة نفسي في المراية. برضه مش شايفين حاجة. ايه اللي حصل؟ احتمال يكون في خطأ. أرجوك يا دكتور على مهلك، حاول تراجع المعادلة بهدوء، خد وقتك. دكتورة ليلى. أفندم. الفصل السادس من أبحاثي اللي استعرضتيه من مدة، رجعتيه مكانه تاني؟ لا. عندي في البيت. لكن أنا محتاجه حالا دلوقتي. أنت حطاه فين يا دكتورة ليلى؟ حطاه فين وأنا أروح أجيبه؟ مش هتعرف طريقه. وبعدين هتقول لهم إيه في البيت؟ ده زمانهم قلبين الدنيا عليا ومبلغين البوليس. أنا هروح أجيبه من غير ما حد يشوفه. أرجوكي، أرجوكي بسرعة. مين اللي ضرب الجرس؟ بابا ما تخافش، انا ليلى. ليلى انت فين؟ انا هنا واقفه جنبك، تسمح لي ادخل؟ جنبي؟ جنبي فين؟ انا مش شايفك. مش هتقدر تشوفني يا بابا، لأن الدكتور فايز
بيجري عليا تجارب علميه ما تقدرش حضرتك تفهمها. هو الراجل المجنون ده مش هيحل عنك؟ ارجوك يا بابا ما تعيش في الدكتور فايز. موجودة عندي في البيت. هو انا شايفها دي مختفية. الراجل اللي اسمه فايز من ده مخليها مش باينة. انا قفلت باب الشقة بالمفتاح. بس تعالوا بسرعة. متشكر. جايب لي بوليس يقبض عليا؟ اتفضل روح افتح لهم. خليهم يقبضوا عليا اذا كانوا يقدروا. عصبية كده ليه؟ علشان المطاردات البوليسية اللي بتعملوها لنا. يا دكتورة ليلى، كل واحد فينا مخلص لعمله، بس للأسف انتوا انحرفتوا بعملكم. انت بتضطر تقتل في ظروف عملك كضابط بوليس. انحراف ده ولا لأ؟ أنا عمري ما قتلت إنسان شريف، لكن دايما كنت في موقف الدفاع عن المجتمع أولا وعن نفسي ثانيا. وده نفس موقفنا يا حضرة الضابط. بنحاول نجد مخرج للإنسانية، ولازم يكون فيه ضحايا، ولازم القانون يعترف بالضحايا دول. والضحايا دول ذنبهم ايه؟ دي جمعية الرفق بالحيوان بتدافع عن كلب مات في تجارب علمية. عشرات الألوف بيموتوا كل يوم في حوادث. كل الحوادث دي ضحايا العلم. العربيات بتقتل، التيار الكهربائي بيصعق الناس، المكن، الانفجارات. ليه البشرية ما بتعاقبش مخترع القنبلة الذرية المدمرة ومخترع العربيات لأنها بتموت الناس؟ ليه؟ العلم لازم يكون إنسان يا دكتورة ليلى. أنت دلوقتي واقفة في موقف القوي، وأنا ما أعرفش إمكانيات الدمار عندك قد إيه، لكن عايز أسألك سؤال بسيط. ايه الفرق بينك وبين العقل الالكتروني الجاف؟ يجوز العقل الالكتروني عنده معلومات وثقافة بطاقة عظيمة، لكن ما عندوش عاطفة، ما عندوش ايمان. قصدك ايه يا حضرتك؟ خلي بالك، غرور العلم ده وحش جدا. العلماء لازم يكونوا متواضعين يا دكتورة ليلى. احنا علماء الطبيعة علمنا اعظم بكتير من علمكم. الحقيقة أنا معجب بيكي جدا، وبظاهرة الاختفاء الغريبة اللي قدامي دي. حاجة مذهلة فعلا. تخيلي وأنا ضابط بوليس كده لو عندي قدرة الاختفاء الغريبة اللي عندك دي، مش كنت خدمت العدالة أكتر؟ دكتورة ليلى، أرجوكي خلينا نستخدم علمكم لصالح الخير. ليلى يا بنتي، أنا مبهور بعلمك ده، بس خايف عليكي. اعذريني، انا اب. بابا، انا في المال نهاية، بكلمك من صفر، زيرو. ادعيلي ارجع تاني، لاني دخلت في دايرة مغلقة، دايرة مش قادرة اهرب منها الا بمعادلة تانية. وحش قوي ان العلم يحبسك.
أنا ما طلبتش منك معونة، أنا بكلم بابا. أبوك المسكين خلاص أرهقته تجاربك المجنونة وحطمته. بعد الشر عليه. مدام عندك قلب يبقى عندك إيمان، وهو ده المطلوب، العلم مع الإيمان. أحترم رأيك وفكرك زي ما بتحترم علمي. طيب عايزك تبلغي الدكتور فايز اني رفعت مذكرة للوزير طالب العفو عنه وعفى الله عما سلف. الدكتور فايز بيضع قوانين ومش مستني حد يضع له قانون عشان يرحمه او يشفق عليه. عندي امل ان المعدل المرة دي انظبطت. دكتورة ليلى اتأخرت ليه يا ترى؟ الخوف يكون حصل لها مضاعفات وده معناه انهيار كل ثمن. دكتورة ليلى، دكتورة ليلى. السلام عليكم. هل أنتم مستعدون للرحيل معنا الآن؟ نحن في انتظار الدكتورة ليلى، ذهبت لإحضار بعض أبحاث المهمة ويجب أن أساعدها حتى تتجسد وترجع لحالتها الطبيعية. هذا يستغرق وقتا طويلا، نحن لا نستطيع الانتظار، فلدينا أوامر محددة باصطحابكم معنا الآن وفورا. أرجوكم أن تمهلوني ليلى فقط، حياة الدكتورة ليلى في خطر، هذه مسؤوليتي وأنا ملتزم بها. لا تنسى سعادتكم أن حياتكم هي الأخرى في خطر، البوليس بيهددكم في أي لحظة ونحن مسؤولون عن سلامتكم. أرجوكم لا داعي للعنف، هذه حماقة تضايقني. من فضلك. دكتور فايز، دكتور، دكتور فايز. دكتورة ليلى تسمحي لي نتكلم ببساطة؟ أعتقد أن تفكيرك أكبر من انفعالات الغرور. واضح يا دكتورة أن عقليتك عقلية علمية منظمة فعلا. متشكرة. طب ما تيجي نتفاهم مع بعض. في في الاختراع العظيم بتاعكم ده. احنا عندنا معلومات بتقول أن في بلد أجنبية هتستفيد بيه. لأن مفيش تقدير، بيعتبرونا خارجين على القانون. بس تبقى العقول من عندنا والتجارب احنا اللي دافعين تمنها من ارواحنا وبعد كده ندي النتيجه لغيرنا يستفيد بيها. طبعا دي ماساه، لكن العلم ملوش وطن. وطنه الكوكب اللي احنا عايشين عليه ده. انا معاكي ان كوكب الارض هو وطننا الكبير، لكن ما تنسيش ان في بلدنا، بلدنا اللي فيها اهلنا اللي جذورنا مرتبطة بيها، هي دي وطننا الصغير، فيها أبويا وأبوكي وأمي وأمك، فيها أطفالنا، فيها ذكرياتنا، فيها أملنا. أنت في النهاية عاوز إيه؟ عاوزين نتفاهم. تاني نتفاهم في إيه؟ عشان نوصل لحل. انت بتكلمني كما لو كنت المسؤول الاول عن البلد، انت ناسي انك مجرد ضابط صغير؟ افرض تفهمت معاك هتقدر تعمل ايه يعني؟ الحقيقة احنا الاتنين اصغر من المشكلة اللي بنتناقش فيها، لكن متهيألي ان خطورة الموضوع هتثير اهتمام القيادات، مش هنا بس لكن متهيألي في العالم كله، مش كده برضو؟ دكتورة ليلى، دكتورة ليلى، ما بتتكلميش ليه؟ لا ابدا، بس حسيت بإجهاد مش عارفة ليه. اقدر اعمل حاجة؟ لا بس انا لازم ارجع حالا، انا اتأخرت اوي.
فايز. دكتور سمير. افتح بسرعة. أنا تعبانة. تعبانة. معترفش في حاجة؟ أبدا ولا أي حاجة، كلها أوراق علمية ودراسات. أي رقم تليفون أي اسم ممكن يبقى خيط يوصلنا لمكانهم. لا خلي حضرتك مرتاح، أنا اللي هفتح. بابا أنا تعبانة أوي، إن ما خدتش الحقنة حالا هموت. الحقني يا بابا. أنا مش شايفك كويس، إيه اللي أقدر أعمله لك يا بنتي؟ بقول بإيه ده يا أخواتي؟ طب ونقدر نساعدك ازاي؟ محدش يقدر يساعدني غير الدكتور فايز. وهو ما ساعدكش ليه؟ رحت له ما لقيتوش. رحت له فين؟ المعمل. والمعمل ده فين؟ فيلا كروم عزبة النخل. باين عليها مهجورة. يظهر ده باب البدرون. سمير اللي كان مختفي مع الدكتورة ليلى. يا دكتور سمير. دكتور انتم مين؟ انتم مين؟ ما تخافش ما تخافش، احنا البوليس يا دكتور سمير. بوليس؟ مسكتوهم ولا لا؟ هما مين؟ خطفوه وجريوا. ايه؟ خطفوا الدكتور فايز شكري؟ ايوه. المعمل اللي كان هنا راح فين؟ المعمل اللي كان هنا راح فين؟ معلش خليك معايا. مش معقول. خليك معايا. اللي خطفوا الدكتور تعرفهم؟ الملحق العسكري بتاع السفارة. بس الدكتورة ليلى تعبانة وطلبت الدكتور فايز يشوفها. الدكتور ما راح معاهم خلاص. طب قول لي، أنت مش تقدر تساعدها لحد ما نلاقي الدكتور فايز؟ أيوه بس هي فين؟ اتفضل معانا. اتفضل.
هحاول ارجعك لدرجة صفر زيرو بدل ما انت متعلقة كده. طيب دكتورة ليلى، استريحتي دلوقتي؟ ضغط الكثافة قل شوية. وبعدين السفارة دي أرض أجنبية، هندخلها إزاي؟ لا وإيه؟ السفارة دي بالذات عليها حراسة مشددة ونظام إلكتروني دقيق، كاميرات وعدسات وميكروفونات وأبواب بتتفتح وتتقفل لوحدها، ده لو فراشة حبت تخش هيصوروها ويكتشفوها. يبقى الواحد بقى يوصل لها يا فندم عن طريق المجاري او يلبس لها طاقية لخفة. معاك حق، الدكتورة ليلى طاقية لخفة هي الوحيدة اللي تقدر تخش السفارة دلوقتي من غير ما حد يحس بيها، ما هي مخفية. لازم تساعدنا. ازيك دلوقتي يا دكتورة ليلى؟ تعبانة قوي، انا مش قادر اعمل حاجة اكتر من كده. يبقى لازم نجيب الدكتور فايز. دكتور فايز؟ الدكتور فايز هنجيبه ازاي بس؟ مفيش غير الدكتورة ليلى هي اللي تقدر تساعدنا في الموضوع ده. تقدري تقومي وتروحي السفارة؟ اقدر ادخل السفارة لكن مش عارفة أقدر أطلع الدكتور فايز إزاي. كل المطلوب منك معلومات، حاطينه فين، هسفروه إزاي وإمتى وبأي وسيلة. وصلت يا ليلى؟ ايوه. ايه الاخبار؟ حاطينه في صندوق. وقفلوه؟ ايوه. يبقى لازم يشحنوه خلال ساعات والا يتخنق. عز معايا؟ عز حط لي الرقابه على السفاره وارصد اي عربيه طالعه منها.
خلي بالك السفارة ليها أكثر من باب. شمالك شوي. فريد بيه، انت لسه عايش؟ وانت كمان لسه عايش؟ جبتونا هنا ازاي؟ عشان تعرف ان احنا ممكن نجيبك من اي مكان في الدنيا. اعمل معروف، رجع لي بنتي، خليني اشوفها. هي فين؟ في اوضه النوم. بعد اذن فريد بيه، اتفضل شوفها. اتفضل معانا. خلي حضرتك مرتاح احسن. دكتور فايز. ليلى بس انا محتاج للمعمل بتاعي. المعمل مختفى يا استاذ. اي معمل تطلبه تحت امرك. من حسن حظ حضراتكم انكم هتشوفوا اول عمليه من نوعها في العالم، عمليه تجسيد الخلايا الحيه بواسطه ذرات البروتون المسماه باسم مكتشفيها الدكتور فايز شكري.
الحمد لله على سلامتك. دلوقتي انا تحت امرك يا فريد. احنا اسفين ان نرجعك السجن بعد اللي شفناه، لكن احنا هنعملك معامله خاصه لحد السلطات ما تنظر في طلب العفو عنك. شكر. على العموم كل ابحاثي ونتائج التجارب بتاعتي عند الدكتوره ليلى، يا ريت تستفيدوا منها لصالح الخير والانسانيه. انا خلاص تعبت